مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل مكرونة باللحمة المفرومة. تعالوا نشوف المقادير. نص كيلو لحمة مفرومة، علبة صلصة طماطم تقريبا لتر الى ربع، اتنين بصلة كبيرة مبشورة. اللحمة هتبلها بملح وفلفل ومعلقة صغيرة جوزة الطيب، ممكن استبدلها بأي نوع من البهارات، وهتبلها بنص كمية البصل دي وزيت حوالي 3 معالق كبار. تعالوا نشوف الطريقة. أول حاجة هعملها هسلق المكرونة، هسلقها في كمية مية كفاية بمعلقتين كبار ملح. أول ما تستوي هصفيها واشطفها بمية ساقعة واحط عليها شوية زيت صغيرين عشان ما تلزقش في بعضيها. عبال ما المكرونة تستوي هجهز اللحمة. هجيب بولة كده صغيرة واحط فيها اللحمة ونص كمية البصل وجوز الطيب ونص معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة ملح. الاول هخلطهم كويس. هبتدي الاول اشوح اللحمة. هجيب مقلاية كبيرة، اكبر مقلاية عندنا، واحط معلقتين كبار زيت وما ولعش النار دلوقتي. الاول هحط اللحمة وبالسباتشولا كده احاول اسويها في المقلاية، اعملها رؤية على قد ما اقدر، وخلي بالي الزيت يكون متوزع بس ما اقلبهاش في الزيت، الزيت من تحت بس، وبعد كده اولع النار على متوسط واستنى عليها، ما اقلبهاش ما اعملش اي حاجة، وبعد كده اغطيها واستنى عليها لحد ما تتماسك وتبقى كتلة واحدة، ممكن تقعد من 5 لـ6 دقايق على نار متوسطة. زي ما احنا شايفين اللحمة نزلت ميتها وبقت تقريبا كتلة واحدة. هبتدي دلوقتي اجيب مقصوصة كده، اي مقصوصة عندي، وابتدي اقسمها مربعات كده. وبرضو النار متوسطة. هقطعها زي قطعة كده صغيرة، وابتدي اقطعها مكعبات تانية بالمقاس ده كده، وبعدين ابتدي احمرها. هي مش هتتفرفت، هتستناها متماسكة كده. ما حاولش اقلبها كتير قوي، يعني من آن لآخر اقلبها عشان ما تتفرفتش. هي كده زي ما احنا شايفين اتحمرت كويس. هبتدي اشيلها، اشيل اللحمة وصفيها من الزيت ده والدهن، واحطها في طبق لحد ما اجهز الصلصه. الخطوه الاخيره هجهز الصلصه. في الوقت اللي انا بجهز الصلصه عشان احافظ على المكرونه سخنه، بحطها في حله وتحتيها شويه ميه على نار هاديه قوي قوي، بحيث ان انا اول ما اخلص صلصه المكرونه اغرفها على طول وتبقى المكرونه سخنه والصلصه سخنه. هولع النار على العالي واحط معلقه كبيره زيت، هنا ممكن احط سمنة او زبدة، وبعدين احط بقية البصل واشوحه لحد ما لونه يتغير، يبقى لونه اصفر غامق شوية، ممكن ياخد 3 دقايق، والنار تبقى عالية. هو كده البصل تقريبا اتشوح لونه اتغير. هحط على طول الصلصة واحط لها شوية ملح حسب الرغبة ونص معلقة فلفل اسود. الصلصة دي لازم تبقى خفيفة، يعني فيها نسبة مية اكتر، واحط لها تقريبا 1.5 كوباية مية. ساعات الطماطم بيبقى فيها مزازة شوية، ممكن احط لها معلقة كبيرة سكر. هستنى لما تغلي واحط على طول اللحمة. هي كده تقريبا غليت. لو لقيت ملحها حلو احط على طول اللحمة. ما اقلبهاش كتير، اوزع بس اللحمة كده، وبعد كده غطيها واستنى لما تغلي. بعد الغليان اسيبها بس 2 دقايق عشان الصلصة تاخد من طعم اللحم والنار تبقى هادية. هي كده عدى عليها 2 دقايق، هطفي النار واقدمها على طول دلوقتي. واقدمها طبعا على طول وهي سخنة. زي ما احنا شايفين الطريقة سريعة جدا لعمل المكرونة باللحمة المفرومة. حاولوا تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. أشكركم جدا وإلى اللقاء.